معانا كابتن محمد يوسف من ارض الملعب. خلينا نروح نشوف كابتن محمد يوسف مع زميلنا كريم احمد. وبالمناسبه قبل بس ما اروح لكابتن محمد يوسف، كريم نيدفيد عنده بس كدمه في الركبه، بكره ان شاء الله هيبان التشخيص، لان كدمات الركبه دي تحديدا ممكن تبقى يوم واحد وممكن تبقى حاجه تانية، فبالتالي هنستنى لغايه بكره، لكن هي حتى الان كدمه في الركبه، والفحص الطبي الشامل اللي هيبان امتى هيقعد قد ايه وهيكمل ولا هيلعب الماتش ولا مش هيلعب الماتش هيبقى بكره ان شاء الله. نطلع نشوف كابتن محمد يوسف هيقول لنا ايه عن هذه المباراه مع زميلنا كريم احمد.